السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقعات برفع الحكومة أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل شهر يناير 2023، يعني توقع محللون وخبراء اقتصاد أن ترفع الحكومة أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المنتظر عقده الشهر المقبل للربع الأول من عام 2023، وأرجح الخبراء توقعاتهم برفع أسعار الوقود إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الشهور الأخيرة، إلى جانب زيادة سعر السولار عالميا، وبذلك رغم انخفاض سعر البترول الخام. وكانت الحكومة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي تثبيت أسعار البنزين والسولار للربع الأول للربع الرابع من العام الجاري، وذلك بعد رفع أسعار البنزين 6 مرات متتالية، كان آخرها في يوليو 2022. وتتمثل الأسعار حاليا في 8 جنيهات للتر البنزين 80، و 9 جنيه وربع للبنزين 92، وعشرة جنيه 75 قرش للبنزين 95، وسبعة جنيه وربع لتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن. وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية أن ترفع الحكومة أسعار المواد البترولية في شهر يناير المقبل بنسبة 10% أو أزيد قليلا. واتفق معه في التوقعات كل من منى بدير الخبيرة الاقتصادية ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار هيرمس. وقال جنينة: أعتقد أن القرار رفع الأسعار تم تأجيله أكتوبر، ويمكن تنفيذه في يناير 2023. يعني هو كان المفروض أن هم يرفعوا في أكتوبر 2022، أجلوها ليناير 2023. وأرجع توقعاته إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه رغم انخفاض أسعار البترول العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار السولار عالمياً في اتجاه مخالف للأسعار البترول نتيجة مشكلات خاصة بتكرير السولار وتوقف بعض المصافي في أوروبا. دي الأسباب يا جماعة، ودي توقعات شهر يناير إنهم يرفعوا الأسعار، محدش تعرف هتبقى قد إيه. هنوافقوا بها بإذن الله في ميعادها. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل ويعمل تشير للفيديو علشان الناس تستفاد. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.